رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن أزمة تأليف الحكومة ليست فقط قضية وزارة ووزير، إنما هناك عدم فهم لمعنى الوحدة الوطنية والشراكة. كلام باسيل جاء في خلال حفل عشاء أقامته هيئة التيار الوطني الحر في شبطين البترون، تفاخر فيه بإسقاط تجربة الحرير الأولى في تأليف الحكومة. بلبنان لن يكون هناك حكومة إلا حكومة وحدة وطنية محفوظ فيها حق كل فريق، ما حدا بيمثلنا بحقوقنا. مرجعيتنا تتحول من زعيم التيار السياسي أو زعيم الحزب أو المرجعية السياسية لكل فريق، تتحول تترجع تكون عند رئيس الحكومة لأنه هو بيسمي الوزراء. هيدي شغلة ما عرفها لبنان، ما شهدها لبنان، وما رح تمرق وما مرقت وسقطت. هلأ بيسميها اعتذار، بيسميها شو ما بده يسميها، بس هي سقوط لسابقة دستورية نحن بنفتخر أننا أسقطنا. وحذر باسيل من مخاطر التوطين الذي أصبح على لسان بعض السفراء أمرا واقعا، رابطا بين موقف تياره الرافض لهذه القضية والاستهداف الذي يتعرض له في تأليف الحكومة.